ظاهرة إقالة المدربين ظاهرة سلبية ناتجا على عدم تسيير في المستوى، بحال مثلا رئيس الرجاء عزيز البدراوي اللي قدم إقالة ديال البنزرتي، ما كانش يجيبوه في النهار الأول، عارف البنزرتي وقف ست الماتشات ما نجيبوش في النهار الأول، ما تعاقدش معاه، ما نخرجش في مشاكل، الماتش الأول يدخل الماتش الثاني لا ما يدخلش، لا حق الجامعة دارت خطأ، لا العصبة دارت خطأ، هادشي كيتحملوه جميع مسيرين. أنا قبل ما نتعاقد مع شي مدرب خاصني نعرف السيرة الداشية ديالو، بارماريس ديالو، عاد نتعاقد معاه، باش نتعاقد معاه ماتش جوج ماتش هادشي يمشي. وكنتمنى من المسيرين يعرفوا يختاروا مدربين اكفاء. ولا كان ما تعطيش نتائج راه من حقه يقالوا، اما كان غير جايبوها هكاك باش يرضي خاطر الجمهور راه غير غادي يغرق الفرقه هكاك وصافي. حنا دابا اللي تشوف راه ولا تسير عشوائي في جميع الفرق، قليل اللي تشوف الفرق الاوروبيه راه كتسير كيدير هنايا راه تسير عشوائي، وراه البنزرتي كان غادي في فرقه غادي مغرقه ما غاديش بان مزيان. والصراحه البنزرتي راه كما غتشوف لا مع الوداد لا مع الرجاء راه راك عارف انت كيفاش، راه ما شرب صاحبي شرب ومبقاش رئيس نادي. هما ماشي ما كانوش تعاقدوا مع اللعابه يلاه جايين وباقي ما فاهمينش مع بعضياش، وماشي هو السبب فيه تا هو، من غير نشوفوا المدير تا هو واش غايدير شي حاجه ولا لا، على فهمتي مش حامل حاجه، راه بنادم كيقول لي دخل لعاب ما كيدخلهمش، ما كتشوفش هو كيفاش كيشوف اللعابه في التدريبات واللعاب واش كيلعبوا مزيان ولا لا، بحال النهار كاع ما خصو يلعب كاع في الرجاء هذاك لا هو لا مذكور. رئيس هو داير مشكل، بنادم كيقول لي كيدوي على داك البوست كيحكر عليهم ما باغيش يبدل ما باغيش يبدل اللعاب، بحال شحال من لعاب ماشي غير هو، وهو راه من جهته راه كيشوف بلي مدرب راه مزيان وعنده تاريخ كبير كيف ما دوز مع الرجاء لا في البوطه ولا في كاس العالم ولا شحال من حاجه. والرئيس هو راه خاصو يبدل شحال من حاجه، كيشوف الجمهور ما باغيش اللعاب راه ما باغيش اللعاب ما باغيش يلعب، كاين مشكل جا في اللعابه حتى هما مازال خصهم يزيدوا يخدموا بدل ما بينش المستوى اللي عليه. بصح في بعض الفرق ماشي في كاع الفرق اخويا خاصهم مازال يقلبوا على شي مواهب اخرين كاينين ما باينينش، خاصهم مازال يزيدوا يقلبوا عليهم، اما باش كاينين شي وحدين كاع ما خصهم كاع يلعب. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.